في اهتمام كبير بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عشان كده وزارة الصحة أعلنت عن خريطة انتشار الوحدات المتنقلة لإجراء الكشف في القاهرة وعموم المحافظات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، وصباح الخير يا أستاذ شاذلي، تحياتي لكما ولمشاهدي صباح الخير يا مصر الكرام. حقيقة مبادرة الكشف عن أورام الثدي أو الكشف المبكر عن أورام الثدي واحدة من المبادرات الرئاسية اللي تم إطلاقها في شهر 7 من عام 2019. بلغ عدد الترددات أو الزيارات على أماكن الفحص من خلال هذه المبادرة أكثر من 42 مليون زيارة لما يقرب من 20 مليون سيدة استفادوا من هذه المبادرة. خلال الشهر القادم احنا بنوزع عربيات الكشف التابعة للمبادرة على مجموعة من الأماكن، منها كنيسة السيدة العذراء بالتجمع الخامس، شارع جامعة الدول العربية، جامعة عين شمس، مصلحة الضرائب أمام مصلحة الضرائب العقارية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي كومباوند ديستريكت 5 في التجمع الخامس، ده خلال الشهر اللي احنا فيه ده لنهاية شهر أكتوبر إن شاء الله. وإحنا كل شهر بنعلن عن أماكن جديدة لتمركز عربيات المبادرة. طبعا دي مش بس أماكن تقديم الخدمة، الخدمة كذلك بتقدم في أماكن كثيرة جدا من خلال الوحدات والمراكز الحضرية أو مراكز وحدات الرعاية الأساسية في المحافظات اللي مرتبطة بي كمان المستشفيات وأماكن علاج الأورام اللي موجودة في سواء مستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة أو أكثر من 13 مستشفى جامعي موجود في 27 محافظة. طيب دكتور، هل بيتم مثلا تكثيف تواجد هذه العربات المتنقلة في محافظات معينة بحسب الكثافة السكانية فيها مثلا؟ يعني خلي بالك استاذ، احنا بنتكلم على مبادرة بدأت من 2019، فاحنا فعليا دي هي استمرارية واستدامة، لكن احنا تقريبا غطينا كل المحافظات منذ بدء المبادرة ب زي ما قلت حضرتك كده اكثر من 20 مليون سيدة استفادوا من الخدمات، لكن احنا دايما حريصين على الاستمرار لانه الهدف المستهدف هي السيدات من سن 18 سنة فصاعدا، وبالتالي في كل سنة بيبقى عندنا أعداد جديدة بتدخل في هذه المرحلة العمرية، بنبقى حريصين على الاستدامة وأيضا على تكرار الفحوصات والكشف، لأن ده موضوع مهم جدا وهو الكشف الدوري للسيدات على الصدر عشان أو على منطقة الصدر عشان لا قدر الله ما يبقاش يتم اكتشاف اي خلل او مرض في مراحله الاولى، لان زي ما اصبح معلوما من الطب بالضروره انه اورام الثدي عندما يتم اكتشافها في مراحلها الاولى نسبه الشفاء منها تتجاوز 99%، ودي شيء مهم جدا. واحنا الحمد لله من خلال هذه المبادره قدرنا ان احنا ننزل معدلات الاكتشاف في المراحل المتاخره من 79% قبل بدء المبادرة، يعني كانت 79% من السيدات بيكتشفن الإصابة بهذا المرض في مراحله المتأخرة في المرحلة الثالثة والرابعة. النهاردة الحمد لله بقت نسب الاكتشاف في المراحل الأولى، المرحلة الأولى اللي هي نسبة الشفاء فيها عالية جدا، هي اللي بقت 79% تقريبا. طب يا فندم، هل النسبة دي 79% دي لو الكشف في المراحل الأولى أو العلاج في المراحل الأولى هي دي النسبة اللي عندنا أو نسبة وجود سرطان الثدي في مصر؟ لا لا خالص، احنا بنتكلم على لو أنا عندي النسبة هي 1% على سبيل المثال، أنا بدي رقم للمثال، هي النسبة ليست كذلك، لكن بقول لو أنا قلت إنه في عندي 100 سيدة لا قدر الله مصابين بأمراض الثدي بورم الثدي، كان زمان بنكتشف 79 منهم بعد ما يكونوا وصلوا للمرحله الثالثه والمرحله الرابعه اللي هي بتحتاج تدخلات جراحيه كبرى، وقد تصل الموضوع الى انتشار الورم في بقيه الجسد. طيب هل حاليا يا دكتور، هل حاليا احنا عندنا اي بيان بيقول لنا احنا عندنا بمعدل قد ايه الاصابه
وبالتالي كمان اكيد في احنا عندنا عدد المستفيدات من هذه المبادره عشان نعرف بس احنا وصلنا لاني مرحله. ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا عدد المستفيدات من هذه المبادره زادوا عن 20 مليون 866 266 الف. نسبه ترددهم زيارات 42 مليون 548 896 زياره. من ال 20 مليون دولت عدد الحالات المصابه هي 22000. طيب فلا الارقام واضحه وعندنا والنسب واضحه عندنا، لكن هل هو الفكره العامه حضرتك انه انا بقيت دلوقتي بكتشف الاصابه في المرحله الاولى وبالتالي بضمن 99% شفاء. زمان كانت الاصابه بتكتشف في المرحله الثالثه والرابعه اللي بيكون السرطان او الورم انتشر في بقيه الجسد ويبقى صعب جدا علاجه. فالتقدم الحقيقي هو ان واحد من الامراض الاكثر شيوعا على مستوى العالم في السيدات اصبحنا من خلال المبادره الرئاسيه دي نستطيع ان نقدم له علاج بنسبه 99% تقريبا وتعود السيده الى حياتها الطبيعيه بدون اي مشاكل. طيب دكتور حسام، دوريه الكشف يعني السيده بتحتاج تفحص كل قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم سنويا على الاقل، يعني مره في السنه تكفي؟ مرة لكل الفئات العمرية من أول 18 سنة. من أول 18 سنة مع اختلاف درجات الفحص. احنا بنتكلم على في طبعا المتابعة اليومية والأسبوعية في المنزل كما يتم شرحه للمترددين، لأن هناك نوع من أنواع الملاحظة التي تقوم بها السيدة في منزلها، هي مش محتاجة تروح، دي ممكن تعملها كل يوم كل أسبوع في المنزل. لكن احنا بنتكلم على الكشف في المراكز أو في العيادات يعني مرة كل سنة على الأقل، بالإضافة إلى أنه الفحص بقى يختلف باختلاف ما يتم العثور عليه من خلال الكشف الأولي. طيب دكتور، يعني فيما بعد بقى مرحلة الكشف، يعني في حالة لا قدر الله الاكتشاف أو حتى الشك في وجود ورم، إيه اللي بيحصل من كده أو إيه اللي بتقدمه المبادرة يا فندم؟ هيك المبادرة لا تكتفي بالمسح ولا تكتفي بالفحص، بل يتم إجراء الفحوصات التشخيصية اللي منها الماموجرام أو الأشعة على الثدي، وإذا لا قدر الله تبين أن هناك ما يستدعي أخذ عينة بيتم أخذ العينة، وبناء على نتائج العينة بيتم توجيه المريضة إلى أماكن تلقي العلاج. فالمبادرة زي ما احنا دايما بنقول أن وزارة الصحة معاك من أول يوم، فهي معاك أيضا منذ بداية المسح الى العلاج والشفاء باذن الله تعالى. طيب دكتور حسام، في بعض الحالات بنشوفها بتقول انه جالها قبل كده سرطان ثدي ومره تانية بيحصل في بعض الحالات، طبعا احنا مش بنعمم يعني. في هذه الحاله يا فندم، هل بيكون في تواصل من خلال المبادره بشكل مستمر مع هذه الحاله بعد الشفاء زي ما حضرتك ذكرت؟ ايوه في متابعه. ودوريه الفحص هل بتختلف؟ في متابعات دوريه. احنا عدد الزيارات الدوريه بلغت 12 مليون و419 809 الف. فهناك متابعه دوريه سواء كانت هناك نتائج مشككه او تستدعي مزيد من المتابعه، او حتى اذا كانت النتائج طبيعيه، احنا بنتابع بشكل دوري لجميع الحالات التي تتقدم من خلال المبادره، لانه زي ما قلت لحضرتك كده المساله لابد ان يكون هناك كشف دوري او مفهوم الفحص الشامل او الفحص الدوري المتكرر، لابد ان يكون من المفاهيم الصحيه التي تنتشر في المجتمع المصري، لانه احنا زي ما قلنا احنا وزاره الصحه ليست هي وفقط وحصرا الوزاره التي تقدم العلاج للمريض، هي وزاره مسؤوله عن الصحه وجزء من الصحة تقديم العلاج، لكن الصحة مفهومها أعم وهو حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي. طيب. وبالتالي نحن نتعامل مع المفهوم الأعم للصحة وليس قاصرا فقط على تقديم العلاج. بكل تأكيد يا فندم، بكل تأكيد. طيب دكتور حسام، يعني خليني أستغل وجود حضرتك معنا، والحقيقة أن وزارة الصحة خرجت ببيان هام يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، لو حضرتك يا فندم تطلعنا على كمان هذا الاجتماع وما تم فيه. يعني بالامس كان اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الامن القومي المصري لمتابعه تداعيات الاحداث في قطاع غزه،
وواحده من ضمن متابعه الجهوزيه والاستعداد هو القطاع الصحي ولا شك. ولهذا الدكتور خالد عبد الغفار اجتمع بقيادات الوزاره في غرفه اداره الازمات بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه الجديده، وتابع بشكل مباشر وواضح مع كافه القطاعات المعنيه، قطاع الطب العلاجي، قطاع الرعايه العاجله والطوارئ، قطاع الاسعاف، هيئه الرعايه الصحيه، كل القطاعات المعنيه للتاكد من رفع درجه الاستعداد في المستشفيات بشكل عام، وخاصة في المحافظات القريبة من الأحداث الجارية في اللحظة الراهنة، مع التأكد من توافر واستعدادات الطواقم الطبية، الأدوية، المستلزمات، أكياس الدم، نسب الإشغال في الرعايات والمستشفيات في كافة المحافظات، وخاصة في المحافظات القريبة من مواقع الأحداث. شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.